خلينا نروح للسودان على انها الاقرب وانها الاهم، والرئيس التقى بالرئيس البشير 24 مره على مدار الفترات الماضيه، فده بيعكس اهتمام وبيعكس انه لا في مشتركات زي الدكتوره ما قالت، في مشتركات كتير جدا. مستوى العلاقات المصريه السودانيه وصل لفين ورايح لفين، واحنا عايزين ايه منه؟ هي الحمد لله العلاقات المصريه السودانيه النهارده انا نقول عليها في يمكن ازهى مراحلها. احنا شفنا الفترات السابقه، انا بشبه العلاقات المصريه السودانيه دي عامله زي الاكورديون كده الفتره السابقه رايحه جايه يعني. ولكن تشبيه حلو ده. بالظبط. يعني يعني ما يعني رايحه جايه كده يعني. بس الحمد لله النهارده بس في مرتكزات يعني. طبعا بص انا 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 شخصيا بقول ان العلاقات المصريه السودانيه دي عامله زي بالظبط مجرى نهر النيل. النيل ممكن يجف، ممكن يفيض، ممكن يتغير لونه، ممكن يعني يحصل فيه تغيرات، ولكن المجرى ثابت ما بيتغيرش. ولذلك اي مشاكل او في بتحصل في العلاقات المصريه السودانيه مصيرها في النهايه الزوال. ده يعني ده لازم نجيب من الاخر، هو ده الكلام اللي يتقال يعني. فالفتره السابقه فعلا شهدت توترات، ولكن النهارده احنا في اذهى العصور في العلاقه ما بين مصر والسودان. زي ما حضرتك قلت 24 تقريبا لقاء، صحيح لقاء، وفي 6 زيارات قام بها الرئيس للسودان في زياره ان شاء الله يوم الخميس القادم. ده دليل على ايه؟ دليل على ان هناك وعي واراده وتصميم على ان العلاقات المصريه السودانيه دي علاقات استراتيجيه بتخدم على الامن القومي المصري والامن القومي السوداني. الامن القومي المصري والامن القومي السوداني لو يعني تم اتحادهم فانا هقدر اامن المنطقه بالكامل، وهناك تامين مشترك للبحر الاحمر والمنطقه بالكامل، لان هو هيبقى في النهايه امن عربي وامن المنطقه كلها بيعتمد على هذا الكلام، ان يبقى في توافق امني ما بين الدولتين. الملف الامني انا بعتبره رمانة الميزان في العلاقات المصريه السودانيه. ان شاء الله الحمد لله النهارده في توافق امني واضح ورؤيه سياسيه واضحه في العلاقات ما بين مصر والسودان. يعني في بقى هناك اليات موجوده وادوات موجوده، فرصه ان في هذا التقارب الموجود انها تستغل. يعني في عندنا حاجات كتير جدا نقدر ان احنا نستغلها الفتره الحاليه، ان في توافق في الرؤى، في توافق يعني تاريخي موجود ما بيننا وبين مصر والسودان، في ارث ثقافي، في ارث ديني، في تبادل كان موجود قبل كده يتم تنميته في اتفاق الحارات الاربع. النهارده في فكره بتقال على اساس ان يبقى في برلمان. الصوره دي برضو مؤثره شويه يا ست اللواء، يعني طبعا بتوضح اللي حضرتك بتقوله. التوافق والشكل ده اعتقد انه رئيس الوزراء ده بتاع شبه السابق والرئيس البشير ورئيس سيسي، هاتوا لنا صوره احدث. بس عموما ده ما كان له ان يجري لولا التفاهمات والزيارات المتتاليه واللقاءات المتتاليه والوعي بالمرحله وعي الطرفين بالتحديات بالمرحله اللي احنا بالظبط زي ما حضرتك قلت التحديات. النهارده احنا عندنا يعني عندنا ادوات لازم نستغلها، يعني عندنا ثروات موجوده عندنا متاحه نقدر نستغلها. صحيح لازم يعني ندرك ان هناك في مثلا مصعوبات اقتصاديه زي مثلا العمله الصعبه، يبقى احنا ممكن نتغلب عليها بصفقات متكافئه او مقايضات. عندنا نيه لمد خط سكه حديد، عندنا مشروع للنهر النهري. ممكن نمده لغايه اثيوبيا وبالتالي نربط اكتر في طريق بري من القاهره لكيب تاون، ده هيبقى له خطوط عرضيه هيساهم برضو داخل السودان ويطلع لغايه اثيوبيا.